أهلا بكم، اركضوا من أجلنا كأنكم تطاردون السعادة. المنتخب المصري لكرة اليد يتواجد في بطولة العالم المقامة في بولندا والسويد الفترة ما بين 12 ل 29 يناير. نظام البطولة 32 منتخب مقسمة على 8 مجموعات، كل مجموعة فيها 4 منتخبات يتأهل الأول والثاني والثالث للدور الرئيسي. 3 في 8 ب 24 منتخب، 24 مقسمة على 4 مجموعات فقط، 6 منتخبات لكل مجموعة، 6 منتخبات يتأهل الأول والثاني لربع نهائي المونديال. المنتخب المصري قادر بعون الله على الوصول لسيمي فاينل المونديال. لا يوجد في كرة اليد في القارة الأفريقية من هو يستحق أن يكون خصم للمنتخب المصري القوي والعتيد والعنيد سوى الخطأ منا، فنحن عمالقة القارة في كرة اليد. مجموعة المنتخب المصري في الدور التمهيدي تضم كل من كرواتيا وأمريكا والمغرب الشقيق. المغرب خسرت بالأمس 27-28 أمام أمريكا فرق هدف، ومصر تفوقت في اللقاء الأهم على كرواتيا 31-22 فرق 9 تجوال. مهم للغاية الفوز في الثلاث جولات. تقول لي ليه؟ هقول لك ليه. هقول لك في الدور الرئيسي هيطلع معنا من المجموعة كرواتيا وأمريكا، الاثنين دول هيبقى معنا في نفس المجموعة، هنلعب ثلاث جولات فقط في الدور الرئيسي، هنبقى معانا 6 منتخبات منهم كرواتيا وأمريكا. هيتحسب لنا الانتصار في الدور الأول ومش هنلعبهم تاني. هتاخد 4 بونت معاك من 6 بونت، لأن انت هتقابل المغرب يوم الحد الساعة 7 وهتقابل أمريكا يوم الثلاث الساعة 7. هتتفوق على الاثنين، هتاخد من كرواتيا 2 بونت ومن أمريكا 2 بونت، وهتصعد للدور الرئيسي بأربعة بونت مهمين وغاليين للغاية. عموماً المنتخب المصري يضم مدرب عظيم وقدير اسمه روبرتو غارسيا باروندو. باروندو مدرب أسباني عبقري فوق الخيال. مصر تضم مجموعة من ذهب، لعيبة فوق الخيال كلهم ومعظمهم محترفين في أقوى أندية العالم في كرة اليد. كريم هنداوي، عمر الوكيل بكار، إبراهيم المصري، كل من الأخوين سيف ويحيى الدرع وأكرم يسري وعلي زين ومحمد ممدوح هاشم. منتخب قوي للغاية بعون الله، إن شاء الله بعون الله. إذا أردنا تحقيق النجاح كل ما علينا أن نحن ندرك أن مفتاح الوصول هو الجهد والعطاء. المنتخب المصري في مونديال بولندا والسويد هيقدم ملحمة بعون الله. دمتم في أمان الله.